أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين عن إضافة فرع لتطوير عدد من الصناعات الحرفية ضمن مبادرة فن البحرين عبر الحدود آرت باب، التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وأوضحت الشيخة مرام خلال مؤتمر صحفي أن هذه المبادرة تأتي كثمرة للتعاون والشراكة مع الشريك الاستراتيجي تمكين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ممثلة بمركز الجسرة ومركز المنامة للصناعات الحرفية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمجمع العاصمة لمنتجات الأيادي البحرينية وعدد من الأسر المنتجة. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من تحويل المنتجات البحرينية والصناعات الحرفية التي تشرف على أعدادها وتصنيعها أسر الحرفيين والأسر المنتجة إلى منتجات فنية حرفية للعرض في أجنحة معرض فن البحرين عبر الحدود الرابع الذي يقام في مارس من العام المقبل، إلى جانب تنظيم زيارات خارجية للحرفيين البحرينيين لعرض منتجاتهم الفنية في المعارض والفعاليات الخارجية. وتوجهت الشيخة مرام بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في هذا المشروع المساهمة في دفع الحرفيين والأسر البحرينية المنتجة وإدماجها في النهضة التي تشهدها الحركة الفنية في مملكة البحرين. هذا وعربت مديرة إدارة الحرف اليدوية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخة وفاء بنت سيف الخليفة عن أملها في أن تحقق هذه الإضافة تحقق نقلة نوعية لمنتجات الحرفيين البحرينيين بما يحفزهم لتطوير مشروعاتهم، مقدرة في الوقت ذاته اهتمام ورعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لمثل هذه المشاريع. مبادرة فن البحرين عبر الحدود ابتدت لخدمة قطاع الفنانين والفن في مملكة البحرين، وكان الهدف الأساسي منها هو استقطاب المشاركات العالمية إلى مملكة البحرين وأيضا أخذ الفن البحريني إلى الخارج. ولقينا أن في كل مكان رحنا بالفنانين والفنانات البحرينيين بالأعمال الجميلة يكون ردود الفعل إيجابية وطيبة جدا، أن ما كانوا متوقعين أن مملكة البحرين ما شاء الله فيها هذا النوع من أو هذا المستوى المتقدم من الفن الراقي.